هو انت طول عمرك كده يا محروس؟ طول عمري ازاي كده يعني يا باشا؟ طول عمرك يعني بتنفذ الاوامر وبتخدم الاسياد؟ والله ده من بختي يا استاذ. هو في سعادتك يعني احسن من خدمه الاسياد؟ هو انت مبسوط وبتفتخر ان طول عمرك مقضيه عبد في خدمه البشوات والعوانم؟ انا قلت خدمه الاسياد سعادتك، انا ما قلتش البشوات ولا العوانم. يا سلام، ويا فرقت ايه؟ مش فاهم، مش هما دول اسيادك؟ لا معلش، هو لا مؤاخذة بس عشان الكلام دخل في بعضيته غلط كده، ف يعني سعادتك انا خادم ضريح، واخد بال سعادتك؟ واصحاب الاضرحة دول اسيادنا وخدمتهم يعني محبة ومحبة لوجه الله. خادم ضريح؟ اما انت كنت بتعمل ايه دلوقتي؟ وبتعمل ايه اصلا مع الباشا؟ مش بتسمع كل اوامره؟ اكتب العقد يا محروس. حاضر يا سعادة الباشا. اقعد زي الكلب يا محروس، ما تتحركش، تفضل زي الطوبة. طلق يا محروس. حاضر سعادتك. هو العبد الأسود بتاع زمان كان بيعمل إيه غير كده؟ ها؟ العبد كان بيعمل إيه؟ العبد كان بيعمل إيه يا محروس؟ رد. كان بيعمل زي الجارية حضرتك. جارية إيه؟ الجارية. أصل هما كانوا بيحكوا لنا برضه في حواديت زمان إن الجارية دي زيها زي العبد لا مؤاخذة، فيعني يعني يشيلوها كده ويحطوها زي الطوبة برضه. يعني مثلا واحد من البشوات يكون غاويها فياخدها، فبعد كده يزق منها فيرميها، وبعد كده ياخدها تاني لما يعوزها، وبعد كده يزق فيرميها، يعني وفي ثالث مرة بقى لما يزق خالص بقى يرميها للعبد. أنت حيوان. مش عيب استغنى من الراجل يبقى خدام شغله وأكل عيشه، هو بس العيب إنه يبقى خدام ما يبقاش راجل. اه يا زفت، سيب ايدي. لا مؤاخذة، لا مؤاخذة، معلش اصل انا مؤاخذة بقى. انت اصلا كذاب، شغلك واكل عيشك ملوش دعوه بالجوازه الغبيه دي، انت خدام للقرش وبس. يا ستي انا الزفت بتاع النيله نفسها، بس خلينا في ايدك دلوقتي. معلش معلش. طب بالراحه بالراحه، سمي بس كده وبالراحه. غبي يا ستي. حاضر، معلش معلش. بالراحه. حاضر حاضر، بالراحه. سليمة إن شاء الله. بالراحة. حركي بس صوابعك يا ستي، حركي صوابعك. الله يسلمك. حركي صوابعك أنا، سمي كده وحركي صوابعك. بسم الله بسم الله. الحمد لله الحمد لله زي الفل. الحمد لله الحمد لله. يا فريدة، ما ينفعش كده. ده كلام. في ايه تاني يا سعادة؟ يا عمي ما بتردش عليا بقالها ساعة ونص. لا بالشفا ان شاء الله. بالراحة. حاضر حاضر حاضر. اي انا اللي انا اللي بالراحة. بزيادة بقى حضرتك ده تالت جوان اتعميت. يا ابني مالكش فيه، وبعدين ده مسكن الالم. عشان انا بتعلم موجوعة. الف سلام. طبعا لا مؤاخذة عشان اي بالراحة. على اساس مدام بس هو يعني بيخفف الالام وبيخف لنا الباقي. ما تضحكي. خلاص ولا حاضر، اتفضلي يا ست اهو. يا مؤاخذة، انت عمرك ما حششت قبل كده؟ حششت فيك من يكتب السر ولا انت قلابه؟ اصل كل شويه لا مؤاخذه، ف يعني والله انا ممكن اقول لك دلوقتي سر ما قلتوش لوزه.
وزا مين؟ عارفه كيمو انت ايمو؟ خلاص مش هقول لك حاجه. خلاص والله ما هقول لك حاجه، ده كلام والله العظيم ثلاثه ما قلتوش من يجي 15 17 سنه كده. ايه بقى هو؟ يعني على اساس ان احنا بقينا ابو نسب يعني. ليلة يعني ليلة 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 ليلة. قول بقى حششت. اللي واقف بيكلمك ده العبد لله عمل الكفت كله. بس زمان بقى الكلام ده في الثمانينات. كنت فين بقى في الثمانينات؟ كنت انت لسه مشروع. ده حشيش، ده كان حشيش بقى ايامها مصطفى السني. السني كان بيبيع بقى ايه يا عم زي القرن كده بكاريت على طول بريال، وتعدي الناحيه الثانيه تروح بقى ايه للمعلم وجدي وتاخدي احلى واجب وبتاع. ومين بقى اللي ايه بيسقي؟ كان شكل. اه والله ده كان زمان بقى. واللي ايه لو مثلا حد مثلا يكون ايه له مزاج بقى بيعته الولوفر في العجل. اه بقى فاهم، كان متنول بقى وقتها والحاجات دي. وكان ايه يروح لمين بقى؟ لكوتكوت في الجياره. اما بقى لو بيحزي ايه ميه صفرة يعني. يعني ما تشغليش بقى. المهم يعني كان ساعتها بقى في مين؟ كان في سامي، ها معلم سامي اللي هو في كلود بيه، ها، او مثلا دبشه. دبشه بقى كل شويه الحكومه تروح تهدي له بيته، وبعد كده ابني تاني ونروح له برده. ومره نطينا من ثلاث دور عملنا الكفت كله حضرتك. وده حشيش ده. ها دي كانت ساعتها لما تعملي مثلا كده الله تلاقي ال يطلع لك ال ليه ده؟ ايه اللي انا بعمله؟ شفتي بقى وقعتينا في الغلط يا لهوي. بس الحمد لله كان زمان بقى الكلام ده، وبعدين ربنا تاب علينا. هو بالك بس يا ابني الحشيش ده اصلا مش حرام. يا الله. ايوه ازاي بقى يا استاذ الشيخ؟ ده زرع، عارف الزرع؟ زرع نبات. طب انا هقول لك البصل، تعرف البصل؟ حبيبي. بيعملوا منه الويسكي. مش حرام؟ لا احنا هنفتي. بقول لك ايه، احنا كفايه خلينا في حزمه المعاصي الصغننه، بلاش ال هنفتي بقى حلال وحرام، وهنخش في ال ونخبط في العلل. خلينا حلو كده. لا هو حلو، هو حلو. وحتى ستي لو مشبوه بقى مكروه، وهو ثلاثة مكروه، ما يعملوش واحدة حرام؟ الله لا مش عاجبك انزلي بره. لا اله الا الله، والله العظيم حاجة يعني. طيب احنا كده الحمد لله، والصوابع المرمر زي ما هم، والحاجات الحلوة زي ما هي اهي، واحنا بقى ايه نقول الحمد لله جت سليمة. جت سليمة القعدة كلها بقى في الظروف اللي السلام عليكم. يلا. انت اتجننت والله العظيم. انا ما قلت لك اتعبيتك. انا اتوكل على الله. رايح فين؟ اروح مال؟ ايوه تروح فين؟ اروح كده كده. اللي هو فين؟ كده اللي هو كده وكده يعني. راح فين؟ ايه رايح انصرف. اعمل ايه؟ رايح هناك. رايح عشان تكمل الحلم؟ حلم ايه ده؟ ايه هو الحلم؟ مش فاهم، مش قصدك. حلم ايه؟ لما طلعت لك بره عشان ادي عليك، كنت واقف بتحلم وتقول هلاوس، وبتوصف عيون باحلى كلام في ضي القمر. لا والله، انت متابع الحوار من اياميها؟ ايه؟ عين مين اللي كنت بتوصف فيها محروس؟ مش سامع. عين مين اللي كنت بتوصف فيها يا محروس؟ عيني انا؟ هو حل من اتنين، يا اما دقه زار عند سعديه البرنس، ها تخرج روح محروس ده من جناب حضرتك، ها، يا اما شيخ مبروك كده يعمل لك عمل يفك الحكايه ويفسر لك الاحلام. ياه كل ده سرحان فيا انا؟ ولا دي خطفه حشيش؟ يا بتاع الحشيش. لا
مش ما فيش حاجه ولا حاجه. انا تمام زي الفل الحمد لله. انا بس ما تبررش يا محروس، انا فاهمك وحاسه بيك، انت انسان ومن حقك تعلم، من حقك كمان انك تحقق حلمك. الست اللي جوزوها لك وحطوها بين ايديك وجات لك فرصتك ليله واحده، وخصوصا وانت عايش ظلم طول حياتك. لا هو كفى الله الشر، مفيش اي ظلم ولا اي حاجه. الحمد لله نعمة وفضل الله، يعني مفيش ظلم، مفيش أي ظلم يا أستاذ. أنا مش هانم يا محروس، أنا مرادك، مرادك يا محروس. أنت مرادك، مفيش حاجة اسمها جواز على الورق وخلاص، ده اسمه غش واستخفال واستهبال. وانا كمان ما اقدرش اشوف راجل بيتداس على حقه وافضل اتفرج عليه وكمان اشارك في ده. محروس انا مش كده، ده ضد مبادئي، فاهمني؟ انا مش مظلوم، انا وقطوع علي عهد مع الباشا، وانا اللي اعرفه ان الراجل بيتربط من لسانه وما فرطش في وعده. السلام عليكم. انت فعلا خدام كلاب، واطي وهتفضل واطي. واطي واطي؟ ايوه واطي، ده اقل وصف يليق بيك. جات لك فرصه لحد عندك انك تتحرر من القيود والناس اللي بتدوس عليك بالجزم، وبرضه عايز تفضل واطي، وجاي في الاخر تعمل فيها الذكر، وجاي تكسر ايديا عشان قلت عليك عبد. لكن انت في الحقيقه واطي واطي. انت نصابة. انا نصابة؟ نصابة اشتغل الغلبان بالغنى بتاعك، الظلم والحلم والحق والبطيخ، كل ده في الاخر بلح. اشتغلت نصابة. انت بتستعبط عليا ولا ايه؟ اتسطلت عليا؟ لا اتجننت؟ انت اتجننت عليا واتسطلت؟ لا وانت صادقة، انت اللي ضاربه ام عميه وطلبت معاك بهزه بلدي شويه طرش على قرن فلفل. وانا لو عبد واطي كنت نخيت تحت رجليك وقلت لك اتفضلي بالهنا والشفا. ياه، طب ما انت فاهم وحاسس، بس بتستعبط مش كده؟ يا سلام، طب انت كمان بتستعبط اهو. بصي بقى لي قد ايه قرص عليكي، ولا اتوجعتي ولا صرختي ولا اتكسر لك عظم. عشان انت غبي، عارف ليه؟ عشان في وجع بيكسر وفي وجع بيداوي. فاهم.